شنو هو السبب ديال الارقام نزلات وشنو هو السبب ديال زدت في الوزن؟ شكون هو السبب؟ انا هاي جايز، صباح الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مده طويله هادي ما درتش ستوريات، درت ستوريه قدر وحده بحال هكا من نهار جيت للمغرب، اجي تقريبا تكون هي الثانيه. ما قلنا ندوي على شي حاجه زوينه، ماشي بيان سور عارف ما عنديش مع ديك النجاح وانا هو الشخصيه الخارقه، وما كاينش شي واحد اللي سميتو الشخصيه الخارقه، وما كاينش شي مدفكر كاع يعني فيتك بشي حاجه، وانما كاين انه فشل منك، فشل اكثر منك، فهمتي؟ من الاخر ومتاكد مليون في المية ان الا باقي ما درتيش شي حاجه في حياتك، ان العدد المرات اللي فشلت في حياتك اكثر منك، ومتاكد منك. غير الفرق اللي كاين هو انت ما كتقل تتقلب على ما تفشلش، وتما فين كاين المشكله. هو راه ما كايناش قضيه ديال تفشل ولا تنجح، كاينه تفشل وتوصل واحد الاستنتاجات اللي كيخليوك تنجح، وتعاود تفشل وتوصل واحد الاتجاهات اللي يخليوك تنجح. وفي خلال داك النجاح والفشل كاين سبب واحد اللي من ورا الفشل وسبب واحد من ورا النجاح اللي هو انت، يعني ما تبقاش تعلقها في الناس والمشكل هو الناس الدوله داك الشيء، ولا غير تضيع واحد الوقت كثير عاد تفهم في الاخر باللي راه هو انت هو المشكل. قضية اخرى تيخافوا الناس من الفشل عليها، تيخافوا منها بزاف يفشلوا. علاش؟ تلقى بزاف ديال الناس خايف من الفشل انه تيضحكوا عليه الاخرين، تكون متاكد وخا غادي تنجح غادي يضحكوا عليك الاخرين، لاحقاش ما فكرت دي ار ايفريوير، فهمتي؟ كاينين فين ما واللي درتها تي كريتيكيوك، اللي درتي نجحتي فشلتي الكريتيك كاين. انت اش خاص دير؟ تتعدى في شي مدفكر، تتجا في خدمتك وتمشي تكمل داكشي اللي بديتي وتزيد تجا في خدمتك، يعني ما تجيش تسنى راك غادي تنجح غادي يصفقوا لك، غاتفشل غادي كريتيكيك، غادي كريتيكيك. حاجه اخرى خاص تعرفها مهمه هي ديما داك الشخص اللي كيكريتيكيك جا لتحت، امبوسيبل مثلا نقول لي شي واحد جا لفوق كيكريتيكيني انا ولا كريتيكيك انت، ما يمكنش يكريتيكيك اوباما، ما يمكنش يكريتيكيك مارك زوكربيرغ، لانه جا لفوق بزاف. انت الا كريتيكاك عرف راه جا تحت. تصور مثلا انت مع الصباح لقيتي اوباما كريتيكاك ولا مارك زوكربيرغ كريتيك، عرف راه القيمه ديالك ولات وليتي تكاديتي معاه ولا فتي وجو سوي سور وليتي فتي. ماشي كريتيكيك حتى شي مدفكر الا اللي تحت منك، المدفكرز هما اللي كيكريتيكيو بالمناسبه. وكاينه واحد الحاله اخرى حتى تخليك تكريتيكي كتكون مأزم نفسيا، ما بقى لك والو، خصك طبيب نفساني، خصك تمشي تعالج، فهمتي؟ ومأزم نفسيا وضيقه بك الوقت وضيقه بك الحاله وعندك شي مشاكل نفسيه ومحطم، فهمتي؟ ونقول لك واحد الحاله حتى هي كاينه واحد الحاله ديال تحن سيره حتى هي. علاش؟ وكاع الوقيتات اللي شفتيني كنكريتيكي في حياتي انا شخصيا شفت الوقيتات اللي شفتيني كنكريتيكي في حياتي ولا كلاشيت شي واحد، كنت مأزم نفسيا وكنت كندوز من شي مرحله صعيبه نفسيا وكنت محطم وكان عندي مشاكل نفسيه. دابا علي ما يمكنش نكريتيكي شي مدفكر، علاش؟ انا راني ولا شفتيني كنكريتيكي في المستقبل في شي خونا ولا كنكلاشي شي خونا، فكرني قول لي اخاي سيمو باينه كدوز من شي مرحله تيت عليك، فهمتي؟ تيت عليك هاكا فريمون، هادشي اللي طاري غادي يكون طاري ليا وفكرني بالمناسبه، هذاك الشيء اللي لازم نكون كندوز منه فريمون. دابا شهرين جات دز على خوت تايلاند، صراحة فهمتي على حقيقة مبقاش داك الديلي روتين ديال من 9 الصباح حتى 5 العشية، البيرو الخدمة لاصال، مبقاش داك النظام، وديما راه تنقول لك الاستمرارية راه هي كلشي، حيت الاستمرارية ما تبقى حتى شي حاجة. طلبات لي 9 شهور باش نقص 26 كيلو ورديت منها 13 كيلو في شهرين، فهمتي؟ يعني قدرت تخسر داك الشيء كامل اللي بنيتي في أقل من ديك المدة فاش بنيتي، وهذه نقطة مهمة خاص تراعي لها. ما بقات لي غير شي يومات قليلة، صعيب باش تبني ساهل باش تهدم، اهم حاجه هي الاستمراريه. كما شتي 19 شهور ديال التمارين غادي تضع نصها 50% ديالها ضعف شهرين، ما بقات لي غير شي يومين ثلاث ايام ان شاء الله نخوي المغرب باش نرجع للطايلاند عاوتاني نفس الريتم نفس سميتو تما تنبقى غادي. ماشي المشكل كاين في المغرب وانما المشكل كاين في انايا، باقي كندوى على هذه النقطه، هذه المشكل في انايا. علاش؟ كتوحش صحاب، كتوحش العائله، كتوحش كسكسو، كتوحش المسمن، البغرير، الحرشه، كتوحش البسطيله، كتوحش فهمتي طنجي. النتيجه ديال هذا التوحش كتوحش بالرجوله هي كتجي كتدي معك واحد 13 كيلو، سير خدم عليها عاوتاني، ولكن ان شاء الله بيكون غير الخير ونرجعوا عاوتاني لتمايا والبيرو عاوتاني. وعاده نقول واحد القضيه اخرى حتى هي درت فيها هكا حاجه اخرى اللي هي الخدمه، الارقام كامل اللي كنا كنديرو قبل ما نسافر في هاد الشهرين هادي اللي غابر عليها البيرو، لاني ما كنخدمش. عاد نقول كنخدم على قد ساعتين الصباح وساعتين في الليل، ماشي هي تسمى الخدمه. شحال من واحد كيسمى الخدمه؟ هي ماشي الخدمه، هي كنت كنطل على الخدمه، غير كنطل على الخدمه، هي كنشوف الخدمه كي غادا، فاهم؟ ماشي كنخدم، هي كنطل على الخدمه نشوف كي غادا، نطمئن نشوف الا كانت شي حاجه ايرجون نقضيها. يعني شنو داير؟ راني لاعب وضع الدفاع، وضع الدفاع كاين غير يخليك في بلاصتك ولا يردك اللور، اما وضع الهجوم ديال الخدمه ديال بصح كيزيد. وفي خلال هذا الوقت هذا اللي كنت غايب على البيرو على الشركه شهرين، راه نزلنا واحد النزله ديال 3%، و 3% ملي كدوي في الارقام الكبيره راه عندها واحد القيمه كبيره وعندها واحد القيمه خايبه. وكون جلست هاد الشهرين هادي في تايلاند كون جلست كنا غادي نزيدو، ما ماشي مشكل، ما كاينش في الدنيا الخدمه، كاينه العائله، جينا شفنا العائله، شفنا الصحاب، دوزنا ايام زوينه،
دوزنا عطله زوينه ثلاثنا تساتنا بقات واحد اليومين ثلاث ايام هنا في البلاد ندوزو حتى هي زوينه ونتكلوا على الله نمشيو نرجعوا ثاني والخدمه. وواحد القضيه حتى هي مهمه نقولها باش تموتيفي بزاف ديال الناس، راه ديلي روتين ما كاينش في شي دوله اخرى، تنوض مع 9 الصباح ل 5 د العشيه تجلس في البيرو وتمشي للصال ودير ودير ودير. كاين بزاف ديال صحابي هنا في المغرب وعندهم ديلي روتين زوين ومستمرين، وهاد الدراري هادو اللي هما صحابي فهمتي في المغرب وكيديروا ارقام اكثر مني والحمد لله لي بروجي ديالهم والشركات ديالهم غاديين احسن مني وشي حاجه زوينه. يعني المشكل ما كاينش هنا ولا لهي ولا فين كاين ولا المغرب ولا برات المغرب. اشنا هو السبب ديال الارقام الزلات وشنا هو السبب ديال زدت في الوزن؟ شكون هو السبب؟ انا ماشي مول الدار ملي كندخل عندهم كيقول لي يا زيد تاكل وجدا ما كطيبش كطيبي داكشي الزوين وكتحط لي انا ناكل. لا هادي هضره المضافكر. ومن النهار جيت للمغرب ما خلاونيش نخدم، تعيطوا لي هنا وتعيطوا لي هنا والتليفون ما بغاش يسكت والدراري صحابي يمينا وشمالا والصداع وما تيخليونيش اخويا السيمو الدراري صحابي نخدم. هادي هضره المضافكر. المشكل هو انايا، انا ما باغيش، كنت باغي على حقيقة شكون كنت باغي فريمون كون قطعت هادشي، ولكن انت انا عاجبني الحال وبالتالي انت انت ملي تكون كدير شي حاجه في حياتك وعاجبك الحال راه عاجبك فيها الحال، راك داخل فواحد المنطقه ديال الراحه وعاجبك الحال، ما تقولش لي ما عاجبكش الحال. على حقيقة شكون ما عاجبكش الحال وفريمون ما بغيتيش صحابك يلهيوك كون سديتي عليهم، ولكن سال دير السبه صحابي كيلهيوني وانت راك باغي تلاه، ولكن اللهم اجي ندرعوها نديروها دارعه فهمتي، نديروها قنطره ديال الدراري صحابي لهاوني. صاحبي كادي دير ريجيم وانت ساكن مع مالين الدار صاحبي ما يمكنش. لا صاحبي انت ما باغيش فريمون. يلا الاخوان تبارك الله عليكم، ساعه سعيده بقاتنا جمعه 3 ايام في المغرب كما قلت لكم، دوزوا ان شاء الله زوينه وبخير ومع الدراري صحابنا فهمتي، وما كاينش الريجيم ما كاينش الدايت، تنمشيو ان شاء الله اليوم يكون غير الخير فهمتي، وديما ديما 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 تبقاو ستوريات علي. صراحه شحال من مره كنقول فهمتي دوك ستوريات بلاش ما نصور ستوري بلا ما ندير حتى شي حاجه بلا ما نقول حتى شي حاجه ما كذا، ولكن ملي كنكون خارج في السريع فهمتي كنتصادف مع ناس يقول لك خويا السيمو راه ما عرفتيش تفرج ستوريز ديالك اشنو طرا واحد جوج ثلاثه، كنت في هذه الحاله النفسيه بسبب ستوري ديالك ها كيولي. واحسن حاجه تلاقيت معها في العطله هذه نهار كنت كنتريني في لاصال في مراكش، راه كاين تصاور تمايا في البروفيل ديالي، فداك النهار جا سلم عليا واحد قال لي السيمو صافا بخير كي داير خويا، انا دوزت الحبس وخرجت محطم وما كانت تيبان لي حتى شي حاجه وتفرج في ستوري ديالك وسهل عليا الله ورد. يعني في الرجوله هي واحد الموتيفاسيون متبادله ماشي انا اللي كنموتيفيكم، عرفوا راه نتوما اللي كتموتيفيوني واحد 10 ولا 100 مره اكثر فريمون فهمتي، راه والله كتموتيفيوني بزاف وي كنبان كنبان ياس كنموتيفيكم وكذا ومزيان مي فريمون حتى نتوما كتموتيفيوني، لان تخيل معايا كندير ستوريز وما كاين عندهم حتى تاثير، راه ديالهم كف ستوريز ما عندهم حتى شي تاثير صاحبي باش نضيع الوقت ديالي، ولكن كتشوف كاين عندهم واحد التاثير كتزيد كتموتيفا كتقول مور ستوريز غادي نبارطاجي مع الناس كثر حتى هما غادي يتحركوا كثر وغادي يبانوا بزاف ديال الشباب كثر وغادي ندير علاقات كثر، وكلما درت ستوريز كثر تيوصل الناس زويونه وكاين الناس اللي تتولي زويونه ومزيان لونتوراج ديالك تيولي كيكبر فيه وتيولي تيزيد وتيكبر وكيكبر بالناس زويونه وتيزيدوا يدوروا بك ناس زويونه وباقي غادي يجيو ناس زويونه كثر وباقي غادي يتزادوا ناس زويونه كثر، شكون اللي ما كاينش شي حاجه بحال هكا الله يهود. ما كنبارطاجي واحد الكواليتي كونتنت واحد الكونتوني اللي غادي يفيدك فهمتي، اللي فيه شي حوايج اللي فادوني انايا كنبارطاجيهم معاك، شي مشاكل اللي طحت فيهم انايا كنبارطاجيهم معاك باش ما طيحش فيهم انت باش تخسر تختصر الطريق ما تدوش من داكشي اللي تزنا منه ولا راه ما عندها حتى معنى. وقضيه اخرى مهمه راه هي ايتس نوت اباوت كوانتيتي، معاك كنقول ستوريز كثار ستوريز كثار، لا ماشي على الكميه وانما على الكواليتي فهمتي، على قداش تنعرف شنو كنبارطاجي، كنبارطاجي الكواليتي اوف كونتنت داك الكونتنت الزوين اللي داكشي اللي استفدتو انايا والمشاكل اللي طحت فيها. لا يا اخوان غادي نمشي، الله يسهل عليكم الله يوفقكم، دعينا معكم دعونا حتى نتوما معنا، وراه حتى ما عرفتش انا تنقول رانا غادي بدعاوه الوالدين وبدعاويكم والله تبارك الله عليكم طلعوا لي فراسكم الخدمه 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 الخدمه، راه والله ما راجع ما كاينين الخدمه. هي برو واحد الحاجه مهمه، عجبوك ستوريات ديالك عجبوك الكونتوني مزيان استفدتي، باغي منك واحد الطلب، باغيك تخلص فريمون باغيك تخلص، ولكن ما باغيكش تخلص فلوس، انا ما محتاجش فلوس باغي تخلص واحد الحاجه اخرى اللي نطلب منك هو كالتالي. جو سوي سور عندك جوج ديال الدراري صحاب كيسمعوك حتى هما فهمتي كيقلبوا يلقاو راسهم شي نهار وتيبان لك ان خاصهم المعلومه وجبتلو حياتهم، بارطاجي معاهم هاد الستوريات هادو بارطاجي معاهم جوج ديال صحابك بليز، ما تبارطاجيهاش في شي جروب ما تبارطاجي حتى في شي بلاصه، بارطاجي مع شي صحاب ونقول لك كيف. ما عمرني كنت كنقلب على الكونتيتي ديما كنت كنقلب على الكاليتي، انا ما فاكين ماركتر، انا اش كندير حياتي كامله دوزتها في الماركتينغ، كون بغيت هاد انستغرام غادي يولي فيه مليون غادي تولي فيه مليون، ولكن غادي تلقى مليون ديال الحراتك، انا ما عمرني مهتم بان يكون متابعيني لحراتك متابع بالكاليتي، غيولي متابعيني مليون واللي مأثر فيهم 100 لا اللهم يكونوا متابعيني 10000 وكنأثر في 1000 واحد غادي تكون مزيانه. وبالتالي بليز بلا ما تبارطاجيها لا في جروب لا في والو، غادي تبارطاجيها مع جوج ديال صحابك ما باغيش كثر جوج بالضبط، غادي تمشي غادي دوي معاهم كتبان لك بلي هاد الهضره هادي اللي قلت هضره مزيانه فايده
بارطاجيها مع دوك الناس اللي تبان لك فيهم، جوج ماكسيموم، جوج واحد ولا جوج ماكسيموم، جوج دوي معاه قول له هاي سافا اسمع هاد خونا هذا راه قال شي هضره مفيده، ولا بود خصك تسمع ليه الا بنت لك هضره مفيده بيان سور.